من الاردن للمنتخب والشعب الجزائري تحيه عروبيه خالصه للمنتخب الذي اتحفنا وكان سفيرا عربيا قادرا على الحضور بازهى اطلالاته ومثل الجزائر والعرب في اقوى البطولات فكانت المستديره ساحه حربه التي حقق فيها انتصارات طالما تغنينا بها للمنتخب الذي رفع علم فلسطين للمنتخب الذي احدى انتصاراته للقضايا العربيه ان التآخي والتلاحم والاخوه والمصير المشترك هي عناوين بارزه لرسالته داخل المستديره. للمنتخب الذي اقسم ويقسم بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات له كل الوفاء. صحيح تالمنا على خروج المنتخب السريع والمبكر. تابعنا مباريات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. لكن وكما يقال لكل جواد كبوه. ولكن ليس لفرسان الجزائر الأشاوسي سوى الوقوف مجددا وسريعا يا جبل ميه الزكريح لمقاتلي الصحراء صورتكم لم ولن تهتز وسيبقى الأداء الأجمل في الدوحة عنوانا عريضا للمنتخب الذي قدم أجمل العروض في كأس العالم وكأس العرب وكؤوس الأمم الأفريقية للمنتخب الذي لم يكن يوما رياضيا فقط وإنما صاحب رسالة محبة وصمود واصرار على انه ليس جزائريا بقدر ما هو عربيا لمنتخب حمل كاس العربي وطموحاتهم وامالهم لابعد مما يظن ويعتقد البعض لن ننسى ذلك الاداء في البرازيل وقطر وكوريا الجنوبيه لن ننسى اسماء ستبقى خالده في ذاكرتنا الكرويه كل التحيه والمحبه والاحترام للشعب الجزائري ستبقى الجزائر مدرسه الاحرار وشعله نضال عربيه في كل المجالات